إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى درس مهم جدا، وهو في معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وفي بيان الجفر والتعديل. وهذه أو هذا الدرس يدرس فيه زبدة ما يصل إليه النقاد والحفاظ من أهل الحديث، فهو مهم جدا، وإن كنا نحن إنما نتكلم عن بعض ما نحتاج إليه في ذلك، لكن مع ذلك هذا البعض مهم، ومن أجل اختصار وقت كذا يعني أتمنى أن تكونوا معي قلبا وقالبا، وأن تكونوا دائما منتبهين. أسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي علمنا، وأن ينفعنا وينفع بنا ويسددنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول: الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وقوارب المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. قال المقبول: الثقة الضابط لما يروي، إلى آخره. المقبول الثقة الضابط، ومنزلة القبول الكلام عن معرفة من تقبل رواية ومن لا تقبل، منزلة القبول ليست في أعلى منازل الصحة دائما، بل القبول يحصل في أعلى منازل الصحة ويحصل في أدناها، يعني في أدنى منازل الحق، يعني حتى الصدوق الذي يهم قليلا، الصدوق الذي يخطئ قليلا، هذا في منزلة مقبول الرواية. وحينئذ فيضبط الامر، لانه قال الثقة الضابط، وان خف ضبطه، ولذلك منه الصدوق، وان خف ضبطه. الضابط لما يرويه، الكلام عن ما يرويه من حيث حفظه لهذا الذي يرويه. قال: وهو المسلم العاقل البالغ. المسلم هذا يفرق به بين التحمل والاداء، يعني اثناء التحمل كان كافرا لا بأس، المهم أنه إذا أدى حالة إسلامية وحالة كونه تنطبق عليه شروط الرواية، ولأن الرواية شرف فلا يجوز أن تكون من غير مسلم. العاقل البالغ، عاقل يعني غير مجنون، خلاف المجنون. البالغ، اعترض شيخنا رحمة الله عليه هذا الشرط بقوله: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وعبد الله بن زبير أول مولود في الإسلام بالمدينة. لكن لو فرق الذي يتكلم في هذا الموضوع بين التحمل والأداء، فابن عباس أشك أنه تحمل وهو صغير، لكن ليس هناك من دليل بأنه أدى وهو صغير، يعني أدى قبل البلوغ، ما عندنا دليل يدل على ذلك. وحينئذ فلا خلاف في صحة أداء من يؤدي بعد البلوغ، أما ما قبل البلوغ فالخلاف قائم في هذا النوع. لكن مع ذلك لا دليل على اشتراط البلوغ لصحة التحمل فضلا عن الأداء، لا دليل، يعني لا دليل على اشتراط البلوغ لصحة الأداء، ما هناك دليل. بل أصاب الله أعلم أنه لو قيل إن الصغير المميز الموثوق بدينه، وهذا يعلم من بعض الصغار أنه يكون يعني عنده من التدين أكثر
من بعض الكبار أحيانا وعندهم الحفظ والضبط وكذا ما لا يوجد عند بعض الكبار ربما. فإن كان الأمر مع وجود مثل هذه الفرائض وكذا فالأصل أنه لا يرد، ولكن إنما قال ذلك من قال احتياطا لحفظ السنة، احتياطا لحفظ السنة. قال سالما من أسباب الفسق. السلامة من أسباب الفسق، الفسق فسقان، فسق لشهوة وفسق لشبهة، أو فسق بتأويل لسوء فهم في الدين في مسائل الاعتقاد والعبادات وغير ذلك وما يسمى بالبدعة المفسقة، وفسق للشهوة مثل الوقوع في الزنا والسرقة وغير ذلك. الفسق الذي في البدع فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لكن بشكل عام هم لا يقصدون بهذا الشرط، لا يقصدون بهذا الشرط البدع المفسقة، لا يقصدون بهذا الشرط البدع، وإنما يقصدون المحرمات التي هي من باب الشهوة. لماذا؟ لأن الذي يقع في المحرم لشهوة هذا يدل على رقة في دينه، ونحن إنما نعتمد على الثقة الضابط في حفظه والمأمون في دينه، يعني العدل في دينه وذلك عدل في دينه. فإذا وجد رقة في دين الراوي ودل على أنه عنده مجون وعنده لأن يرتكب محرمات يدل على أنه رقيق الدين لا يؤمن على أمر السنة. أما من زلت قدمه بتأويل وغيره فالأمر فيه ليس كذلك، وبالتالي نحن لا نضم هذا النوع. وإن كان طبعا سيأتي الكلام عنه هل يقبل ولا ما يقبل كلام فيه يعني به نوع من التفصيل إن شاء الله تعالى. قال سالما من أسباب الفسق، إذا أسباب الفسق المقصود بها كما ذكرنا المعاصي التي فيها النص أن هذا محرم وهذا كذا من الزنا وغيره، يعني المبني على الشهوة الغالب، وخوارم المروءة. هذه شروط العدالة، خوارم المروءة. لماذا؟ لأننا نريد من هذا الراوي أن يروي مع التيقظ والتنبه والاهتمام والانتباه القوي. وخوارم المروءة لا تحصل في الغالب إلا على إنسان غير مبالغ، إنسان ما عنده مبالغ كثير، وبالتالي ربما يقع منه في الحديث ما يقع منه في قلة المروءة. ولكن اختلف الناس في خوارم المروءة، ولا تنضبط الخوارم بالعدل، لا تنضبط بالعدل، وقد تنضبط بالحد أن يقال تعرف بالعرف. فالإنسان الذي يعرف منه عدم مبالاة، يعرف منه الاستهتار وعدم الاكتراث لما يعيبه، مما يعيب عليه الناس والأمور التي لم تطلب منه شرعا ولا في فعلها حاجة، وإنما يعني يفعلها على وجه اللغو وغير ذلك ومع ذلك يستعيب هذه الأمور كذا، هذه الأمور في الغالب تكون من خوارم المروءة. فإذا اجتمع الإنسان مجموعة من هذه الخوارم بحيث هو يعلم من نفسه أنه فعلا غير مبالغ هذا ومع ذلك استمر على ذلك، هذا خوارم يؤثر في روايته وفي عدالته وكونه ثقة. إذا العدالة هي إسلام مع عقل المسلم العاقل البالغ على خلاف فيه، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قالوا أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، متيقظا غير مغفل. نحن نحتاج إلى شرط عند تحمله، ونحتاج إلى شرط عند أدائه، وإلى شرط بين ذلك. يعني عند التحمل إذا كان واحد من الطلاب الآن مثلا ننظر إليه وإذا لي إيش يعني في إخفاء أو غفاءتين وكذا، ثم إذا انتهينا من الدرس قال أنا أستطيع أن أقول كل الدرس. واحد قال لا أو ما يخفي لكنه يعرف، لكنه يعرف في أثناء الدرس. يمكن أن يكون هذا الذي يعرف عنده تيقظ قوي جدا، وقد يكون صغيرا في السن لقوة يعني همته وعفرته وكذا، لكنه يعني عنده نوع من العبث مثلا. لكن هذا الذي أخفى إغفاءتين أو ثلاثة كيف يستطيع أن يقول كل ما قلناه؟ هذا غير ممكن، لأنه إذا أخفى معنى ذلك أنه غاب عن الوعي، وإن كان طبعا غيابا قليلا. هذا الذي يكون متيقظا في المجلس، مجلس العلم، ويسمع ويحدثنا فلان حدثه أثناء هذا التحديث، إذا مررنا براوي من الرواة ولم تسمعه في أثناء إغفاءه كيف يمكن أن تكون متيقظا غير مغفل؟ ما يمكن هذا.
أو في أثناء ذكر الحديث فقد تذكر الشيء على وجه السلب وعلى وجه الإيجاب في أثناء ذكر المثل مثلا، إلى آخره، أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، المحدث قد يحدث من حفظه وقد يحدث من كتابه. إذا حدث من حفظه فالمطلوب أن يتمكن من استحضار ما حفظه متى شاء. إذا كان من هذا النوع فهذا مقبول الرواية إذا حدث من حفظه، متى؟ إذا كان يمكنه أن يستحضر ما يرويه متى شاء يحفظه متى شاء. فأيضا إن حدث على المعنى، يعني إذا أراد أن يقول هذا له أنا رويته يرويه على الصورة التي سمعها، وأن يكون فاهما إذا حدث المعنى. وهذا فهم نوعان، فهم ظاهر للنص وفهم دقيق للفقه الذي في النص. وهذا الفقه الدقيق الذي في النص لا نطالبه، لا نستطيع أن نطالب كل راوي به، لكن بشرط أن لا يحيل المعنى. ولذلك يجب أن يكون فاهما إن حدث على المعنى. بماذا؟ بأنه يروي الحديث على صورة لا يحيل بها المعنى. يعني لا بد أن يكون عنده هذه قدرة من العلم الفهم. أما لا نفترض في كل الرواة أن يكونوا دقيقي الفقه لخفايا النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ نظر الله امرأة سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عامل كان، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فلو اشترطنا علينا أن يكون فقيها ما أمكن هذا، وخاصة أن كلمة أننا نروي الحديث على اللفظ دون المعنى دائما قضية منضبطة. لأنك قد تروي أنت بلفظ شيخك، لكن شيخك لم يروي بلفظ شيخه، قد يكون أنت وشيخك رويتما بلفظ الشيخ الذي قبله، ولكن الذي قبله من الذي أدراك أن الذي قبله روى نفسه، لكن أنت مطالب بنفس الحديث بنفس نفس اللفظ أن ترويه، طالما أنك لا تستطيع أن تضبط اللفظ بطريقة لا يعني تحيل المعنى. قال فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، يعني شرط واحد من هذا يكفي في رد الرواية، يكفي في رد الرواية. طيب، لكن قد يحدث من كتابه، ماذا ذكرنا؟ قد يحدث من كتابه، يكون ضابطا بما له، فيه عندك ضبط بالحفظ وضبط بالكتاب. إن كان عنده كتاب ويحدث من كتابه فيشترط أن يكون ضابطا بكتابه، بحيث يكون قد كتب كتابة صحيحة أثناء مثلا العصر أو الآن، وأن يعرض كتابه على الأصل أو على نسخة مطابقة للأصل، وأن يحمي كتابه، وأن يحمي كتابه. يعني أنا عندي كتاب سمعت من شيخي الحديث ضبطه في أثناء المجلس، وبعد ذلك عرضته على الأصل أو على نسخة مطابقة للأصل، جميل الحمد لله، لكنني بعد ذلك وضعته على الرف، فما أدري من الذي يكون سيضيف أو ينقص منه. فيشترط أن أحمي كتابي. إذا حفظ الكتاب يكون بضبطه بالصورة التي ذكرته، وهو ضبطه أثناء الكتابة أو ضبط لفظه، ثانيا مطابقته على أصل الشيخ أو على نسخة مطابقة للأصل، وأن أحمي. إذا المقصود الكلام أن قبول الراوي ينبني على ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى الحفظ، والمفروض منه أن يكون ضابطا لما يحفظ، وإن كان فيه لا يشترط أن يكون تام الضبط، والرواة يتفاوتون، كذلك قضية التتمة والمروءة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وتثبت عدالة الراوي باجتهاده بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتأديب الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. الآن الطريقة إلى معرفة العدالة، أو الطريق إلى معرفة العدالة ما هي؟ قال: وتثبت عدالة الراوي باجتهاده بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة. إذا هنالك طريقتان لثبوت العدالة: إما الاستفاضة، استفاضة عدالة الإنسان بإمامته وكذا، مثل الشافعي ومالك وإلى آخره، وهذا الاستفاضة تغني عن التزكية الواحد والاثنين وكذا، لأن أعظم مثال، أو التزكية بأن يزكيه أئمة الشان أو إمامان أو إمام واحد على الصحيح. قال: ولو بروايته، أي برواية هذا الإمام من أئمة هذا الشأن عنه في قوله،
وفي قول معناه انه ايش؟ انه لم يقل ان هذا هو الصحيح. واضح؟ في قول هذا يعني انه يصحح هذا القول. طيب، وهل هؤلاء الذين استفاضت شبهتهم للامامه هل هم مذكرون ام غير مذكرين؟ مذكرون. بل انك تجد في تزكيه اولئك، يعني عندما تنظر الى ترجمه الامام مالك ترى فيها من التفاصيل ما لا تراه في افراد من زكاه الواحد والاثنان. وكلما يعني قويت امامته واشتهر، ولذلك يعني ليس هناك من تثبت عدالته من غير ان يكون هناك من زكاه، لا يوجد. بالعكس، وكلما اشتهر كلما كان تزكيه فيه اعظم. لكن تثبت ايضا بتزكيه اثنين من ائمه الشان او واحد من ائمه هذا الشان قال على الصحيح ولو بروايته عنه في قوله. كلمة بروايته عنه في قوله طبعا شيء ما ضعف هذا القول، بل القول هذا ضعيف، ما يصح مثل هذا القول. وهو الصحيح ان مجرد رواية الثقة عن الراوي ليس التوثيقا، لو لكن هناك طبعا تفاصيل ستاتي في هذا الميدان سياتي الى اشارة تفاصيل. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قل لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. توسع ابن عبد البر هل هو توسع كبير واسع جدا فضفاض؟ يعني يمكن أن يقول قائل إن كل مسلم روى حديثا ثقة، الأصل العدالة في المسلمين. واحد آخر يقول بل كل من روى حديثا ولا يعرف فيه جرح أو تعديل فهو مجروح، لأنه لو كان ثقة لزكاه حتى ولو كان الشيخ الذي روى عنه أو التلميذ الذي روى عنه أو واحد من الناس، ولا هو وجد هكذا في الدنيا من غير أن يعرفه أحد. ويأتي الآخر ويقول بل إذا كان معروفا بالعلم والاعتناء به فهذا أمر آخر. ابن عبد البر ماذا قال؟ ما قال كل من حمل حديثا، ولا قال كل من روى، وإنما قال كل حامل علم معروف العناية به. فإذا كان هذا الشخص الذي ذكره يقصد به أنه اشتهر بالعناية بعلمه، بمعنى أنه يضبط العلم، يحفظه، يراجعه، يذاكره، يطابق، يعارض النسخ وما يقرأه على الشيخ وكذا، فيضبط ذلك بالعناية أو العناية خطا، فهذا غير ما إذا قيل معروف العناية يعني أنه فقط يجلس في المجلس وربما أخذ حديثا أو حديثين طوال عمره ما عنده إلا هذا. فلا شك أن هذا غير يعني إذا فهم كلام ابن عبد البر على الأول غير ما إذا فهم على الثاني. وحينئذ فأين الضابط إذا كان المقصود كل حامل علم؟ بمعنى العلم قد يكون حديثا واحدا، فالضابط هل من روى حديثا واحدا يعد بذلك معدلا؟ وحينئذ فكل من ليس فيها جرح ولا تعديل فهو عدل، لانه ان روى حديثا واحدا فنحن اصلا نريد ان نعرف عدالته ونجد هذا الحديث، فهذا الحديث عدله. او مثلا ان يحمل حديثين او ثلاث احاديث او خمسه، او كان الضابط ما هو الضابط؟ وعليه فيكون كل من ليس فيه جرح معدلا، على هذا يكون كل من ليس فيه جرح معدلا. هذا فيه توسع صحيح وفيه التسامح كبير والتسامح. اما اذا حمل كلام ابن عبد البر على ان يكون حامل علم فعلا، يعني هذه الكلمه بحسب عرف اهل العلم، كلمه حامل العلم غير المعروف العنايه بالعلم في اثناء مجالس العلم، يعتني بالطلب، يذهب يرتحل الى اهل العلم يطلب عنهم الحديث، وهو في اثناء رحله الحديث يتذاكر معه في المذاكره، يعني مجالس المذاكره وكذا. هذه لا شك انها اعلى من مرتبه من يحمل حديثا ويرويه ولا ندري عنه شيئا غير انه روى هذا الحديث. لذلك يعني ذكر ما فيه من اتساع وكذا، القضيه لابد من ان تضبط. لكن اولا نتكلم عن قضيه
صحة الحديث وعلى صاحب الحديث. الحديث على القول بصحته وأنه على الأقل يعني حسن، فهل يدل على ذلك أم لا؟ هل يدل على ذلك أم لا؟ الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام على فرض صحته يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وطبعا مع الضبط صحا عن ما يروى بأنه يحمل هذا العلم وأن المقصود يحمله، فإن كان على وجه الإخبار على ظاهره فيكون المقصود بالحديث يحمل هذا فيه تزكية عامة لحملة العلم، والتزكية العامة لا تنفع عند البحث في دقائق الرواة وأن هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، بل يحتاج إلى تزكية خاصة. واضح؟ لماذا؟ لأننا وجدنا من يحمل هذا العلم وليس فيه هذه التزكية. أيضا مما يؤيد هذا المعنى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه لما بعث إلى أبي موسى الأشعري، وهو ثابت عنه، فبعث له قال له في أثناء كلامه: والمسلمون عزول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أنس. فالأصل كان عنده ماذا؟ أن المسلمين عزول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، يعني إلا من ثبت الخبر. في هذا أيضا يعني يقوي جانب أن يقول بأن الأصل العدالة، لكن مع ذلك ما الفائدة إذا كانت العدالة لا تعني الضبط؟ ثانيا أن يقال يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، يعني أنه لا يحمله من ليس بعدل، لذلك نجد غير العدول قليل الكفر الذين يكونون دائما ناجين وفاسقين وهو الآخر، من الذين يحملون العلم تجد عندهم عدم التقوى والرياء والسوء الظاهر الذي لا ينطلي على أهل الحديث بحيث يتركونه مجهولا، وإلا فإذا روى الحديث من هؤلاء تجد الكثير من الناس يتكلمون فيه كذا لشدة ما ظهر عليه من وجوده وفسقه فسقه، فلا يجتمع العلم مع الفسق بدون الفضيحة، يعني يصعب هذا. والله سبحانه وتعالى يصم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من الكلام فيه. إذن يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، العدول أخياهم الذي يحمل العلم، وأولئك بذكري دائما أفضل الناس من إيش؟ من أهل التجد أهل العلم من أفضل الناس ومن أتقاهم من أكثرهم ورعا وكذا، ولكن لا يمنع ذلك وجود شذوذ في غيرهم، وحينئذ لا يكون هذا تزكية لكل واحد بعينه. هناك احتمال ايضا قوي، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون. هذا اخبار ولا امر؟ هو اللفظ الخبر، والمراد هذا يسمى الخبر المحفوف بالتكليف، الخبر المحفوف بالتكليف. فماذا يمنع ان يكون الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني ان العدول في كل خلف مطالبون بحمل هذا العلم؟ يمكن ان نحمل على هذا، لكن ربما يقول قائل من هذا يعني انه قد سقط وجوب طلب العلم عن بقيه الامه، يعني حتى يكون هناك خذ ما لك وما عليك. اذا فهناك تزكيه عامه، ولكن هذه التزكيه العامه لا تكفي في اثبات العداله للمعين، فان اثبتت العداله للمعين فالعداله لا تكفي دون معرفه الضبط. أما قضية جواز صحة الحديث هذه قضية ثانية أو قضية أخرى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي بموافقة التقاط لفظا أو معنى وعكسه عكسه. ويعرف ضبط الراوي، ما هي الطريق إلى معرفة الضبط عند الراوي؟ بموافقة التقاط. أي التقاط؟ يعني مثلا نعرف ضبط أحد التابعين بموافقة واحد من الآخرين من الثقات، من أهل زمانه، من أهل طبقته، من أئمة الحفاظ، ممن شاركه في شيخه، ممن شاركه في شيخه. يعني أنت سمعت الحديث المعين جميل ورويته على هذه الصورة ووافقت الثقات في هذه الصورة، قد يكون حديثك شاذا. ليش؟ لأن من رواه عن شيخك رواه بلفظ آخر. لماذا انتقلت إلى
رواية شيخ غيري، ما علاقتك بذلك الشيخ؟ كيف تعرف الضبط؟ لو كانت قضية أهل زمان والأهل سابقة لكان الأمر متسعا جدا وما استطعنا أن نضبط. لا، مثلا مالك سمع من نافع، وأيوب سمع من نافع، وعبيد الله سمع من نافع، وكلهم روى الحديث بلفظ واحد إلا واحدا من هؤلاء، مثلا عبد الله بن نافع رواه بطريقة أخرى، أو واحد ممن دون هذه الطبقة من نفس تلاميذ نافع روى الحديث بلفظ مختلف، لكن الحديث بلفظ موافق لرواية رواه الثالث عن ابن عمر، مخالف لروايتهم عنه، موافق رواية من روى عن سالم عن ابن عمر. هذا ماذا يدل؟ يدل على ضبطه؟ لا يدل على ضبطه، لأنه لا بد من أن يكون موافقة الثقات، الثقات مما شاركوا به ماذا؟ لشيخه. هذه قضية طبعا مع المرة تظهر، ما يهمني أن توافق ما رواه سالم، أنت ما سمعت من سالم، كيف أخذت الرواية؟ أنت سمعتها من نافع ومالك وأيوب وعبيد الله، هؤلاء الذين هم في يعني أعلى الطبقة رأوه بصورة مختلفة، فأنت خالفتهم، إذن هذه مخالفة، هذه مخالفة، المخالفة قليلة لا تؤثر، لكن إذا كانت مخالفة كثيرة ودائمة من هذه الصورة ومن غيرها هنا يبدأ الإشكال، ويقع الإنسان ينزل إلى مرتبة الصدوق الذي يخطئ أو الذي يهم، هذه مرتبة الحسن، ثم ينزل بعد ذلك إلى مرتبة سيء الصدوق سيء الحفظ، مرتبة الاستشهاد، نستشهد به ولكنه ليس بحجة، واضح؟ ينزل إلى مرتبة الكبير الغلط الذي كان لا منكر الحديث وهكذا، لأنه يشتد غلطه حتى لا يمكن أن نستشهد به، لا يستشهد به. إذن لابد من أن يكون الموافقة بين تلاميذنا الشيء طيب بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكس وعكس، فإذا حصلت المخالفة في اللفظ أو المعنى فالذي سيكون إذا انعكست القضية زال الضبط أو أنه خف بقدر كمية المخالفة. كذلك يعني هذه من الطرق، وكذلك قدرنا فيما سبق من طرق معرفة الضبط الراوي إيش؟ تذكرون قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأحمد المنصور مع الفضل بن معين الفضل بن دكيس، هذه صورة، لكن هذه الصورة الآن انتهت، لأن الاختبار الشرط في هذه الصورة من صور معرفة الضبط المعاصرة أو الوقاية، فلا يمكنك الآن أن تختبر، ما في مجال، الشيخ روى الأحاديث وبعدين أنت تأتي إليه وتقول له هذه حديثه، تعال وتذكر له بعض الحديث وتذكر الحديث اللي في حديثه، فإن قبله إذا فهو إيش؟ غير ضابط لحديثه، لكن هذا ما غير ممكن، وبالتالي ما ذكره رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المتسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا متسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. التعديل مقبول من غير ذكر السبب، لماذا؟ الآن إذا أردنا أن نجرح الراوي، إذا قلنا هذا والعياذ بالله كذاب، هل نحتاج إلى أن نعد أسباب أخرى من أجل أن نجرحه؟ أو إذا ثبت عليه الزنا، أو ثبت عليه هم معصية من المعاصي الكبائر أو الإصرار على الصغيرة، هل نحتاج مع ذلك أن نذكر بقية ما يجرحه؟ نحتاج إلى لا، خلاص انتهى طالما وقعت المفسر. طيب أما التعديل فنحتاج إلى أولا أن نذكر في كل واجب من الواجبات أنه عمله، يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل ويفعل ويذكر كل واجبات، ما ترك ولا واجب نذكره كله، لأن هذا ممكن أنك تترك الصلاة وتقول يزكي يطلع ما يصلي وبالتالي إيش؟ ما ينفع. وكذلك أن تذكر كل ما تركه من المحرمات، لا يزني، لا يسرق، لا يشرب الخمر، لا يكذب إلى آخره، لأنه لا يكون عدلا حتى يكون تاركا لكل المحرمات فاعلا لكل الواجبات، صحيح؟ إذا يطول هذا مقصود أنا يطول. وبخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، لماذا؟ قال لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة،
الناس تختلف فيما يقع به التفريق. كيف قال في ذلك؟ يعني افرض واحد قال هذا الرجل يصوم يوم السبت وقع في الحرام، لان انا اعتقد انه صيام السبت محرم. طيب افرض انني اعتقد ان صيام السبت غير محرم، انا اعتقد ان صيام السبت غير محرم وهذا صام السبت وما عندي مشكله فيه، اختلف انا وياك في اسباب التفريق. قل لي لماذا اختلف؟ لماذا تجرحه بدون ما تقول لماذا هو مجروح؟ واضح اظهر السبب حتى اعرف هذا هو المقصود، لان اسباب الفسق اختلف الناس فيها، وبالتالي اما اذا كان السبب مفسرا فانا اعرف نحن نستطيع ان نتكئ على ما قاله بناء على ما فسر. قال يعتقد ذلك الجارح شيئا من الثقه فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الامر، كذلك قد لا يكون كذلك عند اخر فيعدله ولا يجرحه. قال او عند غيره. ولهذا اشترط بيان السبب في الجرح، ولهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال ابن كثير رحمه الله قال الشيخ ابو عمرو واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف او متروك ونحو ذلك، فان لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك، واجاب بان اذا لم نكتفي به توقفنا في امره لحصول الريبه عندنا بذلك. جميل، هذا لابد من التوقف قليلا معه. الجرح غير المفسر هو عمليا الواقع في كتب الجرح والتعديل. يعني الجرح الموجود في كتب الجرح والتعديل كثير غير مفسر، يعني عمليا في الواقع لو اننا الغينا كل جرح غير مفسر ماذا سيحصل؟ مشكله كبيره لابد ان ننتفع بها. اولا اذا اتفقوا على توثيق هذا الذي ورد في حق الجرح غير مفسر لا اشكال في ذلك، واضح؟ وكانه ايش ما جرح ولا كانه فعل شيئا. اذا اشتهر بالتوثيق من أئمة ولو لم يكن غيره، اشتهر بالتوثيق ولو من إمامين أو ثلاثة أئمة، فالجرح غير المفسر أيضا لا يجعله مجروحا، ولكن يؤثر ولا ما يؤثر؟ في هذه الشفاء يؤثر لكنه لا يجرحه، وإنما يحط مرتبته من مرتبة الشرف بأن أوثقه وكذا إلى مرتبة هل يمكن الجمع فيها أو التوسط. قضية الجمع والتوسط تأتي إن شاء الله تعالى، شوف الجمع والتوسط في ذلك. الآن إذا ثبتت له الثقة بتزكية إمام لم يزل عنه التوثيق إلا بأمر بين، لا يزول عنه بالكلية، طالما أن ثبت توثيقه من إمام هذا الشاب لم يزل عنه التوثيق إلا بأمر بين إلا بماذا؟ بجرح مفسر. لكن هذا لا يعني أنه لا يتلافى الحق رتبته كما ذكرت قبل قليل. الآن الجرح المجمل إذا ورد على من لم يثبت في حقه توثيق، واحد جرح جرحا مجملا، يعني إيش جرح مجمل؟ ضعيف، هذا ضعيف. طيب أنا ورد في حق إنسان لم يثبت في حقه توثيق ماذا يحصل؟ يجرح. اما اذا ثبت في حقه توثيق فهنا قضيه ايش؟ ان التعديل مقدم على الجرح المجمل. الجرح المجمل. لكن طبعا يمكن ان يقال مع ذلك ايضا، مع ذلك بحسب من يجرح. يعني ليس كل من يجرح، نحن نتعامل مع اشخاص، نحن لا نتعامل مع قاعده كليه الجميع يمشي عليها، ربما يكون من يجرح هو افضل متشدد. واضح؟ وبالتالي لابد من التعامل كذلك من يوثق. كذلك قد يكون متساهلا جدا فلا نتعامل مع توثيقه على انه موثق كما هو. كذلك من يجرح لابد ان يبين السبب، لان من يجرح قد يخطئ في الجرح. اولا لانه قد يجرح ببدعه. يقول هذا والله هذا ضعيف لانه قدر او لانه شيء او لانه مرجئ او لانه خالف. ويكون هذا الذي يعني وصف بذلك لم ينجرح بهذا بهذه البدعه. هذا لا يوافقه غيره عليه، وبالتالي لو انه اظهر بين لما كان ذلك جرحا. كذلك قد يكون جرحا من الاقران. يعني واحد من الاقران، عارفين كيف الاقران يعني؟ ربما يكون هذا السبب. كذلك قد يكون جرحه من اجل خارم للمروءه غير معتمد بانه خارم. خارم للمروءه كما ذكر عن شعبة رحمه الله بانه جرح رجلا بماذا؟ بخارم المروءه. قال لاني رايته يركض على بالذول. ايش يعني يركض على بالذول؟
يركض على فردوس يعني يراكب على هذا الفردوس ويضرب برجله عليه ويسرع معه غير محتاج الى ذلك. وهذا في نظر شعبة يعني هذا يعني سوء ادب وقلة مروءة، يعني انت في السوق وتضرب بهذا برجلك ويعني تسرع، لماذا؟ او ربما يكون مسرعا مع ذلك يضربه برجله، وهذا يدل على انه ايش؟ انسان غير مستوي وانسان غير ذي هيبه وكذا، هذا يتمنى اهل الحديث. هكذا نظرة شعبة رحمه الله، غير شعبة قال هذا لا بأس، وربما يظن غيره جرح وهو لم يجرح فيتكئ على جرح غيره، مثل ما ذكروا في صالح المري. صالح المري هذا هو ضعيف حقيقة، يعني التمثيل به قد لا يكون مناسبا، لكن كمثال أنه ذكر عن عند حماد فانتخر، عند حماد بن سلم فانتخر، لكن حماد بن زيد له كلام طيب فيه. على كل حال وهما إمامان يعني من الأقران، يعني هذا صالح المري رحمه الله كان قاصرا بكاء وصاحب موعد، وإذا جلس يتكلم يجلس الناس ويجلس أهل الحديث، وكان صاحب كلمة وحكمة يتكلم بكلام فيه حكم، لذلك كانوا يتهيبون في الكلام في صالح المري هذا. لماذا؟ لعظم ما يعرفون عندهم يعني ما يظهر عليهم التقوى والخوف من الله وكلام تأثير الكلام، وكان يتكلم بكلام يؤثر في كل من سمعه، حتى أهل الحديث الذين لا يحبون القصاص كانوا يجلسون إذا تكلم ويسمعون من كلامه، فأفضل ما يقول إذا قال مما في جعبته بغير أن يرويه، أما إذا رأى فهنا المشكلة لأنه يشوق الرواية. لذلك قالوا إنه شغلته موعظته فوعظه أغفله عن إتقانه. إذا هذا ما ذكر من الأمثلة التي ذكرت في أسفل الكتاب، إذا هذا نحن كما في توهم جرح غيره له مع أنه غير مجروح، هناك أسباب كثيرة، وبالتالي عندما يجرح ما ندري ما نقصد بهذا الجرح، واضح لماذا لا نقبل الجرح غير مفسر، لأننا نهدر كثيرا من الأحاديث فيها طالما أنه، أما إذا لم يكن فيه توثيق فالأمر أهون قليلا، نعم يعني إذا لم يشبه التوثيق. قال ابن كثير رحمه الله: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غيره في أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على ضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخرجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به، بمجرد ذلك والله أعلم. فأنا كلام فيما إذا كان الذي تكلم بهذا الجرح من الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، أئمة الكبار، فهؤلاء يعرفون الجرح الذي يؤثر في صحة الحديث، وما يتكلمون في أشياء مجملة ليس لها أثر، لكن هذا الإجمال قضية نسبية، الإجمال في الرواية قضية نسبية لا تغير إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يكون الإمام المنتصب لهذا الشأن وإن ضعف لم يضعف من اشتهر بالتوثيق من قبل الأئمة أيضا، وإلا لم يكن جرحه جارحا. ولكن كما ذكرنا ماذا يفعل؟ قد يحط من درجة هذا الذي جرح، أو أنه يفصل في أمره بحسب ما تأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وعلى كل حال فإذا كان هذا الذي أفتى بهذا الراوي من أولئك الأئمة فهذا الذي عنده خبرة في هؤلاء الأئمة كذا لا يشك في أن هذا الجارح إنما جرح على أمر فيه جرح، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا تعارض الجرح والتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا على الصورة التي ذكرت، أن يكون الذي عدل من الأئمة الموثوقين وقد اشتهر هذا بذلك الله. لكن هناك فرق طبعا بين التقعيد والنفي العملي أحيانا، ففي كتب علوم الحديث يتكلمون عن قضية الجرح المفسر وكذا أكثر من كتب الجرح والتعديل، يعني كتب الجرح والتعديل تجد الجرح غير مفسر كثير، لكن كتب علوم الحديث عندما يتكلمون عن هذه القواعد يعني تجد هذا كثيرا. نقرأ كلاما
للعلامة أحمد شاكر رحمه الله ينقله عن ابن حجر، قال واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا فإن كان من جرح مجملا، وقد وثقه أحد من الأئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي. يقول هنا شيخنا الألباني عند هذه النقطة بحسب نقل المحقق هذا غالبي، وإلا فابن حبان ونحوه معروف تساهلهم، لعل يكون لنا رجع إلى ابن حبان فيما بعد. قال وهم أيقظ الناس فلا ينقض حكم أحدهم يعني بالتوثيق إلا بأمر صريح، وإن خلع عن التعليق قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. هذا كلام واضح وأرجو أن لا يكون فيه أدنى إشكال، بل يعني كلام حقيقة يعتمد في هذا الموضع. شارك شيخنا رحمة الله عليه تفيد أنه إذا وثق من إمام لكنه غير معروف بالتوسط وإنما معروف بالتسامح بالتوثيق فهذا الأمر هو الذي فقط يتوقف فيه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله أما إذا تعارض جرح وتعليل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مستظهرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفاظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. نعم. إذا هنالك خلاف أيها الذي يقدم، فبعض قال الجرح المفسر مقدم على التعديل، وبعض قال الجرح المفسر والتعديل المفسر كلاهما في الميزان ينظر أيهما، وبعض قال الجرح مقدم على التعديل وهذا لا شك أنه فيه مجازفة، وقال هنا القضية فيها خلاف مشهور، وعن الحديث في أصول وصحح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. طيب إذا كان غير مفسر عدنا إلى الخلاف، وقلنا انه اذا ثبت التعديل او التوثيق اصلا من امام لا متصل بهذا الشيء من المتفننين والمعروفين بالنقد غير المتساهلين فان الجرح لا يؤثر حينئذ في من وثق. طيب هنا نقف قليلا لماذا؟ لنبين قضيه. طيب نحن عندنا في كتب الجرح والتعديل في كثير من الرواه بل في ربما في اكثر الرواه نجد من عدله ومن جرحه، بل احيانا الواحد من اولئك الائمه المعروفين بالعلم بالنقد يكون له في الاعتبار الواحد اكثر من قول، مثلا يحيى بن معين قال غايب، يحيى بن معين قال ثقه، يحيى بن معين قال صدوق. طيب ماذا افعل؟ فضلا عن الخلاف بين الواحد منهم والاخر ماذا افعل؟ ينظر اولا ينظر في قضيه ان الامام هل هو متشدد ام متوسط ام متساهل. ثانيا هناك شيء اسمه الجمع وهناك شيء اسمه التوسط في الحكم، اليوم الذي يعمل قد نستطيع ان نجمع بين القولين حينئذ هذا افضل. لنفرض مثلا ان راويا قال فيه امام متقن هذا صدوق له اوهام، وقال فيه امام اخر هذا ثقه صدوق او ثقه، او الاول قال له اوهام الثاني قال ثقه، كيف يلتقيان؟ فقال الثالث هذا ثقه له أوهام إذا روى عن البصري، ما الذي حصل؟ نجمع بين كلامه، نجمع بين كلامه. طيب ممكن أن يخطئ هذا واحد منهم يخطئ يقول مثلا هذا يروي المناكير عن المشاهير، هذا نقد مثل ابن حبان هذا معروف بعضهم يسميه فيلسوف المحدثين، يسميه بعضهم فيلسوف المحدثين، يروي المناكير عن المشاهير، يروي الموضوعات عن الثقات، يعني من هذا الكلام. ننظر افرض ان هذا كان مدلسا، هذا الشيخ كان مدلسا وروى حديثا منكرا عن ضعيف، شيخه كان ضعيفا وشيخ شيخه وشيخ له لكنه رواه بواسطه هذا الضعيف عن شيخه وهكذا، فلما روى الحديث اسقط الضعيف، من الذي حمل عهدة المنكر او المناكير؟ المدلس. عيد واحد مدلس روى حديثا منكرا شيخه في هذا شيخه في هذا ضعيف وشيخ شيخه ثقه لكنه شيخه ايضا، يعني روى عن شيخه بواسطه واحد ضعيف،
فلما روى الحديث ماذا فعل؟ أسقط الضعيف. ما الذي حصل؟ صار الحديث منكرا من روايته هو. من اللي تحمل النكارة؟ هو أو شيخه. المهم فجاء واحد من العلماء وقال هذا ليس لا يروي المناكير من شيء ولكنه مدلس، وإنما أخذ عليه حديث الفلاني وقد رواه في موضع آخر مع ذكر الواسطة، عرفنا ممن وقع المنكر لأن بقي ثقة. إيمانا بين قولين ولا لا؟ لكن هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى متبحث في العلم وكذا، يعني من عنده خبرة بهذا العلم. جميل. هذا في ماذا؟ هذا الجمع في ميدان الضبط. هذا في ميدان الضبط. يمكن أن نجمع في ميدان الدين. واحد قال هذا الرجل ماجي. ها؟ وهو ضعيف لرقة دينه. وجاء آخر قال بل هو ثقة وقد تابع ما فعله، فعل كذا وكذا وتاب، وهو لا يروي عنه فلان وفلان وفلان إلا بعد إيش؟ إلا بعد التوبة. جميل؟ ماذا نفعل؟ نجمع بين القولين، يقول كان ضعيفا في رواية فلان وفلان وفلان. طيب واحد قال عبد الله بن ريعة أي كفت لا يمكن قبول حديثي كذا ارمي به. واحد آخر قال بل إمام قال كذا هو وعظمه عظم شأنه فلان يقول تضرب لي أباط الإبل. تجد كلاما كثيرا أئمة كبار، واحد يقول لقد فاتني حديث ابن لهيعة وإلى آخره. كيف يصنع هذا؟ يقول مثل هيك. كيف يقول هذا هكذا هذا هكذا؟ تتعجب. بعد ذلك تكتشف أن يأتيك واحد يقول القضية أن ابن لهيعة كان يحدث من إيش؟ من كتابه، وكان له تصنيف كبير جدا وعنده حديث كثير يحتاج إليه. وبعد ذلك اختلف الناس في الذي حصل بعد ذلك، وبعضهم قال احترقت مكتبته، فمن روى عنه قبل احتراقها مثل قتادة بن سعيد، مثل عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب. المقصود ان ماذا فعلت الان؟ جمعت بين القولين، هذا اسم الجمع. هذا طبعا ايضا في الضبط، لكن في البيت قلنا انه يثبت توبته فيعني يتبين سبب الجرح والتعديل. قضية التوسط تختلف. فمثلا إذا قال فيه يحيى بن معين ضعيف وقال فيه أحمد ثقة، يختلف في قضية التوسط عما إذا قال فيه واحد مثلا من أولئك الأئمة ضعيف وقال فيه ابن حبان ثقة. جميل؟ طيب إذا قال أحمد ضعيف وقال يحيى مثلا ضعيف، فيحيى الضعيف عنده لا يكتب حديثه، يعني شديد الضعف، بخلاف احمد فهو يكتب عنده حديث. اذا ليس كل واحد اذا قال كلمه فقد وقعت موقع ما يقوله الاخر. ضعيف عند هذا غير ضعيف عند الاخر. بعضهم اذا قال هذا يروي منكرا لا يمكن ان يقبل منه شيء. يعني البخاري اذا قال هذه الكلمه ماذا يحصل؟ لا يقبل منه شيء، لانه كان لطيفا في العباره، فمثل هذه العباره تعتبر قاتله. طيب كيف يمكن التوسط مثل هذا؟ إذا اجتمع لنا أقوال فإن كلهم أئمة متقنون، واحد قال ضعيف غير مفسر يعني، واحد قال ثقة، واحد قال إمام، واحد قال سب، واحد قال إمام ثقة غير كل ثقة، أو واحد قال ثقة، واحد قال مأمون، واحد قال ضعيف، واحد قال ضعف أو يعني إلى آخره، ينتقل إلى مرتبة متوسطة مثلا بين ذلك. لكن نجد أن هذا أحيانا يقول صدوق مأمون أو صدوق أو صدوق له أوهام. إذا وجد واحد مثلا قال عنه ثقة ولم يكن من المتشددين بل من المتوسطين وضعفه غيره من المتوسطين، قد يقول عنه صدوق أو صدوق يعني، يعني بحيث تنزل إلى مرتبة من يحتج به بأدنى البراهين. أما إذا قال عنه مثل ابن حبان ثقة وما عندنا غير كلام ابن حبان، فينظر إذا روى عنه، يعني ابن حبان عنده إذا روى عنه ثقة وهو روى عن ثقة ولم يأتي بحديث المنكر فهذا ثقة عنده. إذا قال ابن حبان ثقة وليس عندنا شيء إلا رواية واحد عنه، ماذا نقول عنه؟ ابن حجر يقول عنه مقبول. يقول عنه إيش؟ مقبول. يعني كما فيما ذكره في التقريب قال مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين، يعني في منزلة الاحتجاج ولا الاستشهاد؟ الاستشهاد استشهد به، يعني يذكر الاعتبار. أما إذا قال ثقة يخطئ ينتقل إلى المجهول فورا، ليش؟ لأنه أصلا متفائل. إذا قال ثقة وما روى عنه إلا واحد وكمان يخطئ فينزل أكثر. هذه القضايا اللي المصطلحات إذا عرفناها استطعنا أن نعرف ما المقصود.
الآن تجد مثلا الحجر يذكر أقوال الناس في الراوي ثم يذكر شيئا ما قاله أحد منهم، وكيف من أين جاء هذا؟ يعني هل جاء وحي وأخبره أن هذا هكذا؟ لا، تجد أنه إيش؟ أعمل هذه الخبرة في أقوالهم ومقاصدهم. يعني الدارقطني عنده إذا روى اثنان عدلان عن راوي ثقة، إذا روى اثنان عدلان عن راوي، إذا روى عنه اثنان عدلان صار عنده ثقة. فإذا قال الدارقطني هذا ثقة ولم نعرف عن الراوي شيئا، علمنا أنه على الأقل روى عنه إيش؟ اثنان، لكنه لا يحصل على مرتبة ثقة، وإنما في أحد الأحوال يحصل على مرتبة صدق، وقد ينزل إلى مقبول لأنه قد يكون مجهول الحال أو مستورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، وأما رواية الثقة عن شيء فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وقع حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. إذا يقول هنا: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. واحد يعني الأئمة المتقنين، إذا قال هذا ثقة، يعني إذا قال مثلا يحيى بن معين هذا ثقة، أبو حاتم قال هذا ثقة، انتهت القضية طالما أن ليس فيه رجاف مفسر. وأما رواية الثقة عن شيخ، واحد ثقة طوى عن شيخ، فهل هذا تعديل له؟ قال فيه ثلاثة أقوال، يعني بعضهم قال تعديل وبعضهم قال غير تعديل. ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فهو توثيق وإلا فلا، يعني إذا كان واحد يروي عن ثقات وغير ثقات انتهى الموضوع، يعني لأنه يروي عن غير ثقات معروف بالتالي ليس توثيقا. أما إذا كان لا يروي إلا عن ثقة، هؤلاء الذين يسمون ماذا؟ المنتقون، أصحاب الانتقاء في الرواية، مثل مالك، مثل بقية بن مخلد، مثل حريز بن عثمان، يعني أحمد بن حنبل، يعني أناس يعرفون بماذا؟ بالانتقاء، مثل عبد الرحمن بن نحوي. هؤلاء هل روايتهم توثيق أم لا؟ هنا الكلام. قال: والصحيح أنه لا يكون التوثيق له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. الكلام فيه يعني فيه أخذ ورد، يعني فيه مجال وكذا. لماذا؟ لأنك إذا قلت هو ينتقي لا شك أنه قد يصبح مرجحا، أما توثيقا فالأمر صعب، لأن المنتقي قد يذهل عن شرطه في مرة من المرات ويروي على خلاف شرطه، صحيح ولا لا؟ طيب، هذه واحدة. ثانيا، قد يكون حدث بهذا الذي حدث به قبل أن يشترط هذا الشرط. أليس الإنسان في بداية طلب العلم يكون عنده الاستدلال وكذا، وكلما علا وارتفع ازداد ضبطه لعلمه واشتراطه؟ بعض الناس عندما كنت في بداية طلب العلم مثلا يقول: ليش رأيك فلان؟ يقول لك: والله ما شاء الله جيد، وفلان جيد، وفلان جيد، وكذا، الحمد لله. لكن عندما يكون كبيرا في العلم يقول: ما رأيك فلان لا يزكي، يخشى أن يزكيه فيؤخذ عنه العلم وليس أهلا له، ربما يسكت. فهذا النوع ربما لا يحدث بعد هذا المستوى إلا عن ثقة، ويقول لنا: إذا حدث فهو ثقة. فينظر إذا كان له كتاب معين بعد هذا يحدث عنه ويعتبر هذا توثيقا منه مجملا، يعتبر توثيقا مجملا. على كل حال، أحمد بن حنبل عد توثيق عبد الرحمن بن مهدي توثيقا، لكن أشار أيضا إلى أنه ربما روى عن شخص ما قبل أن يشترط، قبل أن يشترط، يعني أن عبد الرحمن قبل أن يشترط بمرويات عبد الرحمن بن مهدي قبل الاشتراط ليست توثيقا لا مجملا ولا مفصلا. قال: ولو قال حدثني الثقة. الآن الأول أنه إذا لم ينص على أن هذا المعين ثقة ما ينفع، ما قال حدثني الثقة وما قال حدثني فلان الثقة، والمطلوب أن يقول حدثني فلان الثقة فينص على اسمه وعلى وصفه بالثقة. أما إذا قال حدثني الثقة إذا فقد أخبر عن مبهم، أخبر عن مبهم، فلا يكفي ذلك. قال: لا يكون ذلك توثيقا له، أي عند غيره،
لا يكون التوثيق له عند غيره، لكن عنده يكون توثيقا لأنه قال حدثني ثقة. لا يكون توثيقا له على الصحيح عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده ولا عند غيره، وهذا واضح الحمد لله. قالوا كذلك كنت العالم وعمله على وقت حديث لا يستلزم تصحيحه. ولماذا؟ لأن الحديث قد يكون له شواهد، وقد يكون له ما يقويه من قياس صحيح أو إجماع أو غير ذلك. تعرفون أن الحديث المعين قد لا يكون النص الوحيد في إثبات المسألة أو في إثبات الفتية أو في إثبات الحكم، وبالتالي فعملوا بهذا لا يعني أنه صحيح دائما، لا يعني أنه صحيح دائما، وربما يكون ممن يتساءل في إثبات الحكم بالحديث المعين، يعني إلى غير ذلك من الأمور تحتاج إلى قيود. وقال هنا رحمه الله: قلت في هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. معنى ذلك أنه لم يحتج إلى بذلك الحديث ولم يعتمد على حديث الغير، فهذا من أفراد مثلا في هذا الباب وكذا، واضح؟ أو تعرض للاحتجاج به في فتية حكمه ذكر، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فكيف يستدل به وهو ضعيف؟ أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. طبعا نصرف على هذا، ذكر اعتراضا للعراقي، وأن يبقى تقرؤونه في يعني براحتكم، لكن هذه الاعتراضات والأخبارات يدل على أن أهل الحديث ليس عندهم التقليد الأعمى مثل المتنزهة في الفقه. يعني هذا يقول، وهذا يقول قلت فيه نظر، والثالث ينتقد عليه مما، وكل واحد منهم يجل الآخر، يدل على أن أهل الحديث ليسوا أهل تقليد أعمى، وكل واحد منهم يحتاج إلى أن ينظر في حجة الآخر، إما أن يعتمدها وإما أن يتركها ولا يعتمدها. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعليل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعلم عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. هذا الذي أعرض عن ذكر هذا الحديث قد يجد حديثا آخر أصح منه، قد يكون حديثه هذا حسنا، والحديث الذي احتج به قد يكون صحيحا في اعلى مراتب الصحه فيعرض عن الحسن. هذا لا يعني انه ضاعف ذلك الحديث، قد يكون تركه لانه منسوخ، وقد يكون تركه لانه ضعيف. يعني هناك اسباب، لا يجوز ان يعتمد في اعراض العالم عن حديث انه حديث ضعيف. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: مساله مجهول العداله ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية. على كل حال، مسألة المجهول العدالة الظاهر والباطن، حقيقة الكلام عن الظاهر والباطن، الظاهر يطلع عليه كل أحد مثل الصلاة والزكاة وإلى آخره، لذلك لهذا يمكن أي واحد يطلعها، لكن العدالة الباطنة اللي تكلم عن الضبط وتكلم عن ثقة بحفظه إلى إتقانه إلى آخره، هذا لا يمكن إلا من المختصين، وبالتالي لا يمكن تزكيته إلا من خلال المختصين بذلك. وذكر هنا بأنه إذا كان عدل لكنه قال إيش؟ ومن دون عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور. طبعا هذا يشبه مجهول الحال، لأن مجهول الحال والمستور روعا مثلان فأكثر، ولكنه ضاع لما يعني لم يزكى. مجهول الحال لم يعرف حاله لا ظاهرا ولا باطنا، والمستور عرف حاله ظاهرا ولم يعرف، يعني مستور في الظاهر عدل في الباطن لا يعرف حاله، بينما مجهول الحال ليس معروفا لا في ظاهره ولا في باطنه، وبالتالي يعني بينهما اشتراك في قضية أن الله عنهما اثنان أو فأكثر ولم يعرف باطنهما. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.